كيف يا أصدقائي؟ راح نعمل أكلة كتير طيبة. السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا نور، راح أشارككم فيها كل وصفاتي. اليوم راح نعمل حلى كتير سهل وبسيط، فينا نعمله على فنجان قهوة أو إذا جايين الضيوف راح يحبوه الكبار والصغار. اللي بحب يجرب الوصفة يصور الشاشة. ما بده هو 3 مكونات، كتير سهل. بالبداية راح نطحن بسكوت الأوريو، إذا ما كان عنا هاي المطحنة فينا نحط بسكوت الأوريو بكيس، وبأي معلقة خشب موجودة عنا بالمطبخ فينا نكسر البسكوت لحتى يصير ناعم. هلا بعد ما طحنا البسكوت رح نضيف له الجبنة المربعات، ضروري كتير تكون الجبنة المربعات بدرجة حرارة الغرفة، نكون طالعينها من البراد قبل بوقت، أو جبنة مثلثات أو جبنة دهن. بعدين بنضربها لحتى يصير عنا عجينة. طبعا إذا نحنا كسرنا البسكوت بالكيس، الجبنة بنعملها بالشوكة بنهرسها وبعدين بنخلطهم مع بعضهم بإيدنا. هلا باخذ قطعة منها، أنا بقدر أشكلها بسهولة، ما أنا بحاجة إنه نحطها بالبراد، بس إذا كان الجو كتير شو عندك وما تشكلت معك حطيها نص ساعة بالبراد، بس هي ما رح تحتاج براد، رح تتشكل معك بسهولة. باخذ قطعة وبضغط عليها، بنعملها على شكل إصبع، شايفين ما في أسهل من هيك. بسكوت أوريو مطحون مع الجبنة معجونين مع بعض، بنعمل حلى كتير طيب وبوقت كتير قصير. هلا كمان فينا نعملهم على شكل كرة مثل ما نحنا بنحب، تحبيهم أصابع بتحبيهم كرة، الشكل اللي انتي بتفضلي. هلا بعد ما نخلص الكمية كلياتها رح نحطها بالبراد لحتى تتماسك، مشان وقت نحطها بالشوكولا تكون متماسكة وما تعذبنا. هلا بندوب الشوكولا على حمام مائي أو بالميكرويف مثل ما نحنا بنحب، بعدين بنحط فيها القطع اللي شكلناهم وبنغلفها منيح وبنحطه على ورق زبدة، ضروري كتير نحطه على ورق زبدة عشان وقت تتماسك الشوكولا ونشيله ما يتكسر معنا، ينشال معنا بسهولة، لذلك لازم ورق زبدة. كمان هلا بغلف الكمية كلياتها بالشوكولا البيضاء، بعدين بتركها لحتى تتماسك الشوكولا. فينا إذا بنحب نستبدل الشوكولا البيضاء بشوكولا سودا أو شوكولا بالحليب، هذا الشيء اختياري. فينا إذا حبينا بهي المرحلة إنه نحط عليهم من فوق بسكوت أوريو مطحون، يعني نزينهم بسكوت الأوريو قبل ما تتماسك الشوكولا مشان تلزق على الشوكولا. هلا بعد ما تماسكت الشوكولا صارت جاهزة، بس بنحطها بطبق التقديم. إن شاء الله بتجربوها بتعجبكم، راح تحبوها كتير بالذات إذا بتحبوا بسكوت الأوريو. بس أنا عملت عليها إضافة، دوبت شوكولا سودا بحمام مائي وحطيتها بكيس حلواني وعملت عليها خطوط، وهي شغلة إضافية. ما شاء الله طعمها كتير لذيذ وضيافة فاخرة بمكونات كتير بسيطة ومتوفرة عنا، بتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. يوم يوم كتير لذيذة، لازم تجربوها، اعطونا لايك واشتراك.